منورنا في قرار 24. شاهد مراجيح من اكتر الادوار اللي معلقه مع الناس على السوشيال ميديا وبرده في الفيلم. شفت ازاي عودتك المره دي في عودتي صعبه الناس كانت مستنياها يعني. الحمد لله. اولا مبسوطه ان شاهد موجوده في كل الاجزاء وان شاء الله مكمله معاكم في الرابع. مبسوطه ان الشخصيه حبها الناس. هي مش مترطرطه كتير في الفيلم بس ظهورها بيضيف للفيلم. يعني حضرت من اول عرض انا شفت ناس بتتنفض ضحك. فالنجاح حلو. ان انت تعملي حاجه صعبه, انت عملتي ضحكتي ناس وانت شكلك حلو ومفيش حد حلو بيضحك. طيب دايما كاركتر. بس ما بتضايقيش بقى لما حد يضايقك مثلا من بصي اصل انت ممثله. الممثل ده بيعمل كل حاجه. اولا الجزء الاولاني ضايقني شويه بس كبرت يعني قلت اتفرجوا على اللي بعده. وكلمنا في قصه ان التاني والتالت والرابع ان شاء الله يبقى منى كممثله مش يعني الناس كانوا شايفين اغراءات وموضوع ابسط يعني عارفه انا نشيل ايدينا كده.